مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في مقابله مع الدكتور رمضان عبد طيبوف رئيس جمهوريه داغستان الروسيه السابق. اهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور في البدايه سنبدا من الانتخابات الروسيه، هذه الانتخابات لها اهميه كبرى ليس فقط على المستوى الروسي الداخلي انما ايضا على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي.

خاصه في الظروف الصعبه الحاليه حيث بدا الرئيس فلاديمير بوتين بمواجهه مختلف التحديات والتهديدات المرسومه ضد روسيا ومن هنا ندرك مصدر هذا العداء تجاه الرئيس بوتين وروسيا فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحولت روسيا الى دوله ملحقه وتخدم مصالح الغرب والولايات المتحده واستخدمتها اوروبا كمصدر للطاقه الرخيصه حيث لم تكن هناك اي اسئله او ملاحظات لروسيا وبمجرد ان رفعت روسيا من صوتها وبدات تعزز من قوتها وتتحدث عن استقلالها وسيادتها معلنه عن نفسها حضاره مماثله لغيرها من الحضارات ويمكن افضل من الولايات المتحده او اوروبا بدات المشاكل معها حيث تم تنظيم انقلاب سياسي في كييف، أوصل الانقلاب في أوكرانيا النازيين الجدد إلى السلطة وهم خلفاء هتلر وأعماله الإجرامية، حيث لم تستجب أمريكا وأوروبا لمخاوف روسيا والشعب الروسي بهذا الخصوص. وهي تلك المخاوف التي تحدث عنها الرئيس بوتين في الواقع اضطرت روسيا للقيام بالعمليه العسكريه الخاصه لان الولايات المتحده الامريكيه انشات قاعده مناوئه على الاراضي الاوكرانيه لمحاربه ومواجهه روسيا والروس وخلال السنوات الثمان الماضيه قام نظام كييف بدعم امريكي مباشر باباده وقتل الشعب الروسي في منطقه دونباس ولم يقف او يعترض احد على ذلك وأظهرت الأيام أن ما يسمى باتفاقيات مينسك التي تم التوقيع عليها بين كييف ودونيتسك بضمانات من فرنسا وألمانيا كانت مجرد خدعة وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قد أقرت بعد ذلك بأن الاتفاق لن ينفذ حيث كان مجرد أداة لربح الوقت وتقوية أوكرانيا عسكريًا لذلك فان روسيا اليوم ليست في الواقع في حالة حرب مع اوكرانيا او الاوكرانيه هناك حرب حضاريه تدور رحاها بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا بين الغرب وروسيا لان روسيا هي الدولة الوحيدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد وصول بوتين بدأت تتحدث عن العدالة وعن عالم متعدد الأقطاب في السياسة الدولية مع مراعاة مصالح جميع الشعوب وليس روسيا وحدها طيب انت تحدثت عن الناتو وما حصل في اوكرانيا والعمليه العسكريه الروسيه، طبعا سنتحدث اكثر باسهاب حول هذه النقطه. ولكن عندما نتحدث عن الانتخابات الروسيه نحن نتحدث عن اهميه ايضا تخرج عن نطاق ما يجري بين روسيا وما بين الغرب تحديدا حلف الناتو. هناك اهميه في ملفات في المنطقه لهذه الانتخابات. تحديدا في الشرق الأوسط هل برأيك سيكون هناك من انعكاسات لهذه الانتخابات على ملفات بارزة ومهمة في العالم وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط понятно что Владимир بوتين ومن الواضح للجميع ان الرئيس فلاديمير بوتين حتى لو ترشح لرئاسه الولايات المتحده الامريكيه اليوم فسيكون فائزا ولذلك ليس هناك ادنى شك بانتصاره في الانتخابات الرئاسيه الروسيه والعديد من الدول مهتمه بذلك بما في ذلك الصين والهند والمملكه العربيه السعوديه ولبنان وفلسطين والعديد من الدول الاخرى التي ترى في روسيا مدافعا عن مصالحها وبناء على ذلك فان لهذه الانتخابات اهميه دوليه كبيره بالاضافه الى ذلك يقوم الغرب على نشر الادعاءات والتشهير ببوتين من خلال القول انه رئيس غير مدعوم ولا يحبه احد وبوتين ديكتاتور وما الى ذلك وفي الواقع بوتين هو الزعيم الحقيقي لروسيا وعلاوه على ذلك عملت في المملكه العربيه السعوديه لمدة خمس سنوات وخلال لقائي بالناس في مختلف الأماكن كانوا يعربون عن إعجابهم بشجاعة بوتين وحكمته لذلك فإن طرح مواقفنا بشأن الأزمات في منطقة الشرق الأوسط يعود بفضل سياسة الرئيس بوتين بشكل عام يجب أن أقول كممثل لمصالح روسيا في منظمة التعاون الإسلامية لا يوجد من يدافع عن المسلمين والاسلام في العالم اكثر من الرئيس بوتين طيب لفتني يعني حديثك عن انعكاسات على لهذه الانتخابات والتاثيرات بطبيعه الحال على عدد من الدول عدد من الملفات وذكرت لبنان فلسطين وايضا دول اخرى فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه نجد بان هناك اهتمام روسي في الحقيقه منذ سنوات طويله بحل هذه القضيه الان كيف تنظر روسيا الى ما يجري في فلسطين المحتله وهذه الحرب الشعواء التي تخوضها اسرائيل ضد قطاع غزه <applause> بعد عام 48 تم طرح إمكانيات إنشاء الدولتين إسرائيل وفلسطين وخلال السنوات السبعين الماضية كان موقف روسيا السوفيتية وروسيا الحالية ثابتاً بشان الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني علاوه على ذلك تقوم روسيا ووزاره الخارجيه بجهود جباره لاعاده توحيد الشعب الفلسطيني نفسه وتوحيد الفصائل السياسيه المختلفه داخل فلسطين لذلك بالطبع يجب ان يلعب المجتمع الاسلامي دورا اكبر في هذا الموضوع من خلال تنظيم المؤتمرات الاسلاميه والجدير بالذكر انه تم انشاء منظمه المؤتمر الاسلامي حيث تم الذكر في بيان تاسيسها ان مقر المنظمه المؤقت سيكون في مدينه جده السعوديه وبعد تحرير فلسطين سيكون مقرها في القدس اي انه يجب على المسلمين ان يفكروا في احتمالات حل هذه القضيه وبالتالي هذه المساله غير محصوره بين المسلمين واليهود ولا يتم النظر الى القضيه بهذه الطريقه ففي الاصل المشكله ان الولايات المتحده تبقي اسرائيل في المنطقه كاداه للتحكم بالشرق الاوسط وادارته وبنفس الطريقه تقوم الولايات المتحده اليوم بالفعل باسناد دور اسرائيل الى اوكرانيا من اجل ابقاء اوكرانيا ايضا في صراع دائم مع روسيا ومع الاخرين من اجل اداره هذه المنطقه كذلك وهذه طريقه امريكيه وهي تقوم بذلك منذ فتره طويله وهي سياسة مدمرة للعديد من البلدان ولكنها مفيدة للاخرين طيب انت انت اجريت يعني بشكل او باخر ربما مقارنة ما بين ما يجري في اسرائيل وايضا ما يجري في اوكرانيا او مساعدة امريكا لاسرائيل ومساعدة امريكا لاوكرانيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تخوضها روسيا في اوكرانيا والدعم الامريكي اللامحدود وايضا الغربي اللامحدود لاوكرانيا. بعد هذه الاشهر الطويلة من هذه العملية العسكرية، ما الذي تحقق برأيك حتى هذه اللحظة وما الذي لم يتحقق؟ وهل تعتقد بان الغرب خسر في هذه المعركة؟ بشكل واضح العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا مستمره ومن الصعب التنبؤ باي شيء اليوم لكن والدي خلال الحرب العالميه الثانيه شارك في الحرب ودافع عن سيفاستوبول وحتى بعد انتهاء الحرب وخلال الازمات والمواقف الصعبه كان يقول دائما ان النصر سيكون حليفنا. واليوم في روسيا نكرر ايضا هذه المقوله التاريخيه بان النصر سيكون حليفنا حيث لا يوجد طريق اخر. وثانيا اعتقد انه في النهايه سينتصر الشعب الفلسطيني ايضا يمكنكم رؤيه مدى تغير مواقف بعض الدول في دعم فلسطين ان هذه الحرب التي تشنها اسرائيل اليوم على فلسطين هي في الواقع حرب من اجل فلسطين لأن المجتمع الدولي قد أدرك وأصبح يفهم مدى الإنسانية التي تنتهجها إسرائيل في سياستها تجاه فلسطين طيب كيف تبدو الآن أوضاع دكتور رمضان عبد اللطيف أوضاع المسلمين في داخل روسيا نحن نعلم بأن هناك أعداد يعني كبيرة من المسلمين في روسيا آآ الان آآ يعني ما مدى الاهتمام من قبل السلطات الروسيه بالمسلمين في سائر اقطاع روسيا через داغستان في في الواقع وصل الإسلام إلى روسيا عبر داغستان في القرن السابع والمسيحية واليهودية كذلك. لذلك فإن داغستان هي مصدر ومحور هذه الديانات في روسيا الكبرى. تاريخيا كان المسلمون يشعرون انهم منفصلون ومختلفون عن الاخرين في المجتمع داخل روسيا، وكان ذلك خلال الاستبداد القيصري في المراحل الاولى. لكن الامبراطوره كاثرين الثانيه اصدرت عام 1729 مرسوما خاصا بشان المساواه في الحقوق بين المسلمين والطوائف الاخرى في روسيا ومع مرور الوقت تكيف المجتمع المسلم واندمج في المجتمع الروسي اليوم نحن المسلمين مواطنون متساوون في روسيا في جميع المجالات وليس لدينا اي قضايا تتعلق بالتعدي على المسلمين لاسباب دينيه اقول لكم كشخص اشرف في وقت من الاوقات على القضايا الوطنيه والقضايا الدينيه في الحكومه ان الرئيس بوتين يولي باستمرار اهتماما كبيرا بالمجتمع المسلم ويدعمه حيث يقوم بتوجيه انشطه المسلمين والمسيحيين الارثوذكس نحو اتجاه وهدف مشترك لذلك لدينا في روسيا علاقات جيده بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم طيب هؤلاء المسلمون في داخل روسيا كيف ينظرون الان الى تطورات الاوضاع في غزه؟ كيف يتم التعاطف في الحقيقه مع اهالي فلسطين؟ ليس المسلمون وحدهم يقلقون فاي شخص عادي يقلق بشان الوضع في غزه ويتعاطف مع الفلسطينيين النقطه ليست اننا مسلمون ومسيحيون ويهود الشيء الرئيسي هو اي نوع من الناس نحن فاذا كنا اشخاصا محترمين وصادقين فاننا نقلق على اولئك الذين يعانون بالرغم من اننا في الوقت نفسه كنا قلقين مما قامت به حماس ضد اسرائيل ايضا اي ان هذه القضايا يجب حلها بطريقه مختلفه ولكن اذا لم يحل رؤساء الدول والحكومات هذه القضايا فان الارهاب في الواقع سيحاول حل هذه القضايا لذلك من المهم جدا تفعيل الراي العام والدول والحكومات وتوجيه جهودها لحل هذه القضيه لكن روسيا تقف بلا شك الى جانب الفلسطينيين طيب سيد رمضان انت كنت ممثل روسيا في منظمه التعاون الاسلامي لفتره من الزمن الان مع بدايه هذه الحرب الاسرائيليه الشعواء على قطاع غزه تداعت الدول الاسلاميه وعقدت ايضا مؤتمرا وقمه لمنظمه التعاون وايضا للجامعه العربيه اصدرت بيانات مع بدايه هذه الحرب ولكن حتى الان لم تطبق اي من البنود التي صدرت في البيان الختامي لمنظمه التعاون الاسلامي كيف تنظر الى تعاطي الدول الاسلاميه بشكل عام مع هذه الازمه تعتبر اراده الشعب مهمه جدا بالنسبه للسياسيين والمسلمون في مختلف الدول قلقون بشان فلسطين ولكن للاسف ليس هناك اراده فعليه لحل هذه القضية وربما ينطبق الامر نفسه على العديد من الحكومات والبرلمانات الاسلامية التي تتحدث كثيرا من دون اتخاذ قرارات فعلية محددة ولذلك من المهم جدا ان تقوم منظمات مثل منظمة التعاون الاسلامي جنبا الى جنب مع الدول الاسلامية الرائدة باشراك الداعمين لحل هذه القضيه مع الدول الاخرى وذلك لتكوين اراده مشتركه حتى تصبح اراده دوليه جامعه ولحل هذه القضيه على مستوى دولي ولتكون لصالح اسرائيل وفلسطين من خلال الاعتراف بالدولتين سيما الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه وموقف روسيا ثابت في هذه القضية بالتحديد طيب فيما يتعلق بحل الدولتين الذي تطرقت اليه دكتور رمضان روسيا هل تقوم بهذا الدور من جهتها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول الى حل عادل للقضيه الفلسطينيه ضمن اطار ربما ما يسميه البعض حل الدولتين. اريد ان اؤكد ان كل من روسيا السوفيتيه بعد عام 1948 وروسيا الحديثه خاصه في عهد بوتين تدعمان بشكل كامل قرارات الامم المتحده المتعلقه بشان حل القضيه الفلسطينيه وكما ترون حتى خلال الظروف الحاليه ووقوف روسيا بمواجهه الولايات المتحده الامريكيه واوروبا فهي تحافظ على موقفها الثابت من القضيه الفلسطينيه وترى ضروره لحلها ويجب وقف هذا الاستهزاء بالشعب الفلسطيني ويجب تقديم المساعده الانسانيه الممكنه وفي كل مكان وعلى كل المنابر الدوليه موقف روسيا واضح للغايه من هذه القضيه وتنادي بحلها إذا يعني كما تفضلتم دكتور رمضان روسيا منذ زمن الاتحاد السوفيتي وهي تدعم حل الدولتين وقد قامت بعده خطوات في هذا الاتجاه. وأنت يعني ذكرت أيضا قبل قليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعرقل كل الحلول هي التي تدعم اسرائيل ولولا دعم الولايات المتحده الامريكيه لما صمدت اسرائيل في الحقيقه في هذه المنطقه. هل تعتقد بانه ينبغي ان يكون هناك ربما تكاتف دولي ليس فقط في وجه اسرائيل انما في وجه الولايات المتحده الامريكيه التي تعد هي الداعم الرئيسي لاسرائيل وهي ربما السبب وراء ما وصلت اليه الامور حتى هذه اللحظه. قال الرئيس بوتين حرفيا انه لا شك في ان الولايات المتحده الامريكيه دوله قويه وتتمتع باقتصاد قوي. ومجمع صناعي عسكري ضخم وهي واحده من دول العالم الحديث لكنها فشلت في قياده العالم وهذه ملاحظه مهمه جدا وثانيا في الواقع فان الولايات المتحده الامريكيه باعلانها هيمنه الحضاره الامريكيه تعمل في الواقع على تاليب العديد من الشعوب والدول ضدها وحتى تلك الدول التي كانت قريبه جدا من الولايات المتحده الامريكيه اصبحت اليوم تقف الى جانب بوتين وهذا اتجاه مهم للغايه اذا لم تفهم امريكا هذا فسوف تنهار لان اي امبراطوريه تموت من الديكتاتوريه خصوصا عندما تبدأ بإثقال كاهل شعبها بكل هذه النفقات غير الضرورية كما ترون تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بقواتها في أكثر من مئة دولة حول العالم وكل ذلك على حساب دافعي الضرائب حيث يمكنكم رؤية الوضع في الشوارع الأمريكية وحالة المواطنين الأمريكيين كما ترون اليوم انهم لا يستطيعون حتى حل مشاكل الحدود مع المكسيك الولايات المتحده لديها الكثير من التحديات لذلك في ظل الظروف الحاليه من المهم جدا ان تتوقف واشنطن لكن اذا لم تتوقف هي نفسها ستكون هناك قوى عالميه قادره على توقيفها واضح. سأختم معك دكتور رمضان ولكن فيما يتعلق بالوضع الداخلي الروسي واتمنى ان تكون الاجابه مختصره قدر الامكان. عندما بدات العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا تداعى الغرب وفرض عقوبات على روسيا لضرب الاقتصاد الروسي وتركيع المواطن الروسي. اليوم بعد كل هذه الاشهر الطويله على هذه المعركه كيف تبدو الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية والأوضاع الاجتماعية في داخل روسيا روسيا تقوم روسيا على حضارة روحية نابضة بالحياة عكس الحضارة الأمريكية الغربية المادية تتميز روسيا بأنها دولة مكونة من شعوب وثقافات مختلفة ولذلك فهي ملتزمه بحل جميع القضايا سلميا من خلال المفاوضات حيث يقوم الرئيس بوتين بتكرار هذه التصريحات دوريا وهي ان روسيا لا ترفض مفاوضات السلام مع اوكرانيا وامريكا واوروبا بل هي مستعده لها وملتزمه بالبحث عن ارضيه مشتركه ونحن مع السلام في العالم اجمع ولكن مع مراعاه مصالح وامن جميع البلدان وبطبيعه الحال ما يهمنا في المقام الاول هو امن روسيا لذلك في رايي وصلت العقوبات بالفعل الى حد السخافه حيث لم يعد من الممكن احصاء عدد هذه العقوبات لكن في الوقت نفسه فان هذه العقوبات تثير في الروس مشاعر عكسية من خلال إدراكنا أن خلاص شعبنا يأتي من خلال الاعتماد على النفس وبالتالي يجب العمل من أجل تطوير الاقتصاد والمجمع الصناعي العسكري وتعزيز القدرات الدفاعيه حيث تقوم الدوله وبالتنسيق والاشراف مع الرئيس بوتين على حل كل هذه القضايا ولعل هذه هي الفتره الاكثر نجاحا في تطور روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهذا يشير الى ان روسيا تنهض وتتطور بشكل افضل خلال الازمات <applause> شكرا جزيلا لك دكتور رمضان عبد اللطيفوف على شكرا هذه المقابله شكرا جزيلا. وانت رئيس جمهوريه جمهوريه داغستان الروسيه سابقا شكرا جزيلا والشكر موصول لكم مشاهدينا الاعزاء على طيب المتابعه الى اللقاء